بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه النبتة التي ترونها الآن تسمى شجرة السمر بالسين، شجرة السمر. هذه الشجرة تشبه هذه الشجرة موجودة الآن في نواحي دبي، في نواحي دبي ونواحي الشارقة، منتشرة بقوة. يستخرج منها عسل يسمى عسل السمر، وهو عسل مفيد جدا، تقريبا له نفس فوائد عسل السدر، واللون لون بني لكنه مفيد جدا، يعالج عدة أمراض مثل القرح المعدية، مفيد للمناعة، مفيد يعني للطاقة، مفيد لعدة أمراض، تقريبا يفيد نفس الأمراض التي يعالجها عسل السدر. وهذه الشجرة تشبه شجرة عندنا في الجزائر تسمى شجرة العوسج، لها نفس الشوك، سبحان الله العلي العظيم، نفس الشوك. ولا أعرف والله حقيقة، لا أعرف هل هذه الشجرة موجودة عندنا في الجزائر أم لا، لا أعرف بالضبط، لكن عندنا شجرة تسمى شجرة العوسج تشبه لهذه الشجرة شجرة السمر، وهي مفيدة جدا، ويعني تتحمل عدم السقي، وتنبت يعني في الجبال، وتنبت في الأرض، وتنبت يعني في أماكن ما بها سقي وما بها ماء، وعندها صبر مثل صبر الجمل، سبحان الله العلي العظيم. وهي مفيدة، مفيدة عسلها في الحقيقة. لما سألنا الذين يستعملون عسل السمر قالوا مفيد جدا، وهذه توجد نواحي دبي وتوجد نواحي الشارقة، حيث نحن ذاهبون إن شاء الله إلى بعض العائلات للعلاج بالرقية الشرعية، فنسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا سبحانه وتعالى. فهذه طريق مؤدية إلى الشارقة ومؤدية إلى دبي، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.